أصدقائي المتابعين، في نقطة أغرب نقطة تلزيق شيرت محمد هاني أثناء قطعه بعد التدخل من رمضان صبحي على محمد هاني. جماعة في مشكلة هنا، يعني زي ما تقول كده مدحت شلبي هو جرح عشان تلزقوا يا جماعة. يعني ده تشيرت اتقطع، والمشكلة الأكبر إن ده تشيرت أديداس. إيه هو تشيرت اللي جاب من سوق الجمعة ولا إيه يا جماعة؟ المهم بعد اعتراض الحكم طبعا على لزق التيشيرت طلب إن هو يجيب له تشيرت تاني، وبالفعل جابوا له تشيرت تاني ونزل محمد هاني كمل المباراة بالتيشيرت الجديد ده. لم يعد لدينا المزيد لكن لدينا الجديد، فابقوا معنا في ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا لحسن متابعتكم وفي انتظار قادم الفيديوهات بإذن الله. ابقوا معنا.